أنت عندما ترجع إلى الحالة التي كان فيها الإمام الحسن، ترى بأنه الإمام الحسن أفضل فعل قام به هو أن يصالح هذا الإنسان، ألا وهو معاوية بن أبي سفيان. أنت انظروا، الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، لدينا رواية صحيحة معتبرة اللي العلماء والفقهاء يسموه معتبرة الفضلاء. هذه الرواية يعتبروهم من أفضل الروايات وأكثر الروايات اعتباراً. شنو هي الرواية؟ ينقلون عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقولون بأن التقية ديني ودين آبائي. يعني مو فقط أنه التقية الإنسان لازم، لا، الإمام يقول هذا عملنا. أنت انظر، الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه وأبناء الحسين جميعهم ما أحد منهم قام وثار، فقط الإمام الحسين سلام الله عليه. وكذلك في رواية أخرى الإمام الصادق سلام الله عليه يقول بأنه لا دين لمن لا تقية له. يعني الإمام الحسن ببساطة عمل بالتقية، الإمام زين العابدين عمل بالتقية، الإمام الباقر عمل بالتقية. يعني الإمام الباقر كان يخاف. أنتوا انظروا ماذا حصل في مجلس المنصور عندما أعطاه السهم والقوس، بأنه قال ارمي يا ابن رسول الله، قال أنا بالنسبة لي يعني لحل هالحد هذا الموضوع هذا، قال أنا بالنسبة لي كبرت على هذا، قال لا بد لك. وصار ما صار، قام يضرب السهم الإمام الباقر فيدخل في كبد الهدف إلى أن ضرب عدة أسهم واحدة بعد الأخرى، يعني واحد يفوت بالثاني. هاي قدرات الإمام الباقر. الإمام المعصوم لديه قدرات خاصة، الله مطيه كمالات، ولكن هل كان يخاف الإمام الصادق مثلاً؟ هل كان يخاف الإمام الكاظم، الإمام الرضا، الإمام الجواد، الإمام الهادي، الإمام العسكري؟ ما كان يخافون هذول، كانت طريقتهم التقية. هذا اللي الآن مع الأسف بعض الناس وبعض العمائم يظنون بأنهم يفعلون خيراً ويقدمون خيراً للمجتمع بسب رموز الآخرين، يعتبروا هاي في البطولة، هاي يسمونها أنه إحنا من خاف. جلس في غرفته وأغلق الباب عليه وأخذ يشتم هذا وذاك ويعتدي على رموز الآخرين، والله سبحانه وتعالى يقول لا تسبوا الذين كفروا فيسب الله. يقول هذول ما يعرفون، إذا تسب عليه راح يسبني. فالتقية من الواجبات في هذا الزمن، إلا بأمر الإمام المعصوم الإمام الحسين في كربلاء التقية انتهت، كما سنبين لماذا انتهت.